أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بعض الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية تفاقم أزمة التغير المناخي الموجود في العالم. وأضاف الرئيس السيسي أن الدول المتقدمة حينما تضع تعهدات بشأن المناخ تستطيع أن تنفذ هذه التعهدات، حيث إن قدراتها التنظيمية والاقتصادية تمكنها من الوفاء بتلك التعهدات. الدول المتقدمة في أوروبا وفي أمريكا وفي دول تانية عندما تضع تعهدات تستطيع أن تنفذ هذه التعهدات، لأن قدرتها التنظيمية حتى والاقتصادية تستطيع من خلالها أن هي لما تقول تعهد تقدر تعمله. لكن في دول في أفريقيا وزي مصر ومصر منها، في أفريقيا ومصر منها، لما تحط تعهدات بتبقى التعهدات دي صعبة جدا، لأن هي أقل شيء مطلوب هو التمويل. التمويل المنخفض التكلفة عشان تقدر تتكلم في تكنولوجيا تكلفتها عالية وبتحتاج لاستثمارات ضخمة جدا. ولكن طب احنا هنمول ده منين؟ وخدينا اديك مثالين صغيرين. طارق الملا او المهندس طارق اتكلم عن ان احنا خلال السبع سنين اللي فاتت قدرنا نطلع باستخدام الطهي النظيف الى حوالي 15 مليون وحدة او 60%. من انتوا عارفين ده حجم العمل اللي تم في مصر عشان نقدر ندخل ال 15 مليون وحدة او نخلي 60% من الوحدات السكنية في مصر تشتغل او تعمل بالغاز الطبيعي. ده كلفنا قد ايه وقت وجهد واموال.